أقول الشيلات تعبر عن المرجلة، وقت الحروب إعداد الحروب، وقت الانتصار فرح، والليلة فرح ولا لا؟ والليلة ابتهاج، ولا من الناس اللي يقدرون الرجال. لكن أيضا الليلة انتقل لرحمة الله شخص من بلسمر، صديق لنا، مدير عام السجون في المملكة العربية السعودية، ورجل تربطني فيه علاقة طيبة، وأنا متأكد أنه أحد في ناس من الموجودين معنا في هالصالة إما قريب له إما جار له إما يعرفه. فأنا قررت أنه فقرة الشيلة نلغيها اليوم مع اعتذاري لكم، وعلى وعد أنه أول مناسبة تقوم بها أمارة عسير في الأسابيع القادمة ستكونوا أنتم في المقدمة. وشكراً.